وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربنا جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله أخواتي وبناتي بارك الله فيكن. أرت إليها نقا أبا المريو كل جنب خاصة إذنك إليها إذنك أبا المريو مقصود كي أجدد ليسو إيمان أيو وإن أنا اللوبين وحويهي وحاقومهم سن إلهي النظام غيبي وليه هي جل جلاله ونقول تلقى لأنه نحريستي سنوسهي وحكست إلهي دون كان سببه يالي أسباب إلهي دم بلافك وقبحيو أدو مديسة رقية دوم أربا وكسو دويو وكجعلاده ونحريسي ورحمد وكسهي وحكم إذا كلنك إلهي درتي سلو كل ميو إلهي محبدي سلو كل ميو ذكري سلو كل ميو إلا يسحسوسيو آيات كيسا يا سنة النبي كيسا عليه الصلاة والسلام إن ماشى قرآن لغو أخرجتو إن إلهي سبحانه وتعالى لحسوستو وحا وين إلهي لقه ليو أي هرتا كحل دير وكوين وحن فوائد لنا فائدة سنيش لقيا با وحش من هذا المقال وأظهري وهي شيء أحاديث تام أيها ماشان لقي شيء جيو لكن كل أنك إلهي درت له كل ما يو أي خير كالجوه ليا ونحرجتها شيء كوسو دقيسا كي حديث كي النبي أن صحيحها صلى الله عليه وسلم سيد هذا مؤمن كي مؤمن الدوا عمل كاستوى صالحة وحوناك سنين استحضارا فضل قوليه فضل يواناك قوليه مركو استحضاره وقلبي يسكشهده أيو أسهلنانيا وفضلانيا ولب كستو كستو قارنا واتكي سنيا مركا فضل مجالستنا إلى ذهي وإنان هذه قرآن اللوبين ومجالس إلهي جعليه ملائك خاص إلهي أصدراء ويماده كغيب قراء وتبدأنا إلهي وعليم جل جلاله وكعلم بذنية أي هذا للإكرام بويدين يا حاجات كتمادين أدوما أذي وأذي هذا يا ربي ما نكنمت وكحسي وكتمجيدين يا وكوينين يا ما يأركين ما يأركن كما يأرك هذي أركان شبه نقول لها ين ويكسي بدنا لها ين سدن هي محبي ويدي سنين ها محبي ويدي سنين جنة هذه إلهي وكويدي سنين وجنة إذا ما يركن ما يا وهذا يرك لهاين هذا يرك لهاين وكسي بدنا الله رغبة ذي يعني جعلك هاي جنة وقبان كويدي سنية أو واحد كعب سنة يقام جلين مها جرها وما حي نار هذا ونار هذا ما يركن ما هي نار هذا ما يركن هذا أركان محي سمي الله وكسي در الله حديث كما عنه يسوس داها إلهي وحكسو قبل قبل وحن إذا كمر خاتي جلين يا ملاك تيديه أدوما ذا يداس إن هروه ذا دم بدافي كل وقت ملك بارونا يا ليري وحا كجرا مدان إيغا كمدا هاينو مراد كالي يدن كالي ويمد وله قد غفرته إلى هورنا إساق النفت الكيسة وعلو دم بدافي محايا ليهم القوم لا يشقى بهم جليسهم كان إيغا لفرشت ولو يوسن كما من نغننه كوهن قو بما يؤو خير كاس وحوين باكسو قاري ولكن إن شاء الله هرت مرادك أبوين إنه لا النهاي إنه سجون مد إن إلهي كود الرجين إنه كل جن كاه النقضه مرك أبوه الرئيسة مرك لبعض موضوع على جهة لي لدوني يوم مش هياخذوا إني يدين تفصيليان أنا وأيضا قرآن مركي وحنا جعل إن لن يرضي أي آخريان لكن وحش كج على استين إن أنا نو آخريه أيضا مرك إيسو هر مري وحها هاي إن أيضا إلهي وكل خطابي واد مغشين معناها تفسير كان واضح لستان وقرن إيشان هيدو إلهي كل أحد لي توس كل أحد لي هوينك النبي عليه الصلاة والسلام كواس هوينك النبي قال كل أحد لينا هوينك مسلمات كانوا كل أحد ليا
وحا إلهي وكبر لابي وهوينك نبيك وكلاها ضي وحا الدنيا ذا حقير إني حقيران أو آخرة جعلاذان إني الدنيا ذا جعيل كذي للدلال كذي وقروح ذا قلبي قوذ كوينان هذه أي ساس حال كوذ يهينا إن أين أصف بن نبي سي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله يها إني نولو اللو ذاقان آية ساسكو باللابات يا أيها النبي وأمر من الله قل لأزواجك وحد كترا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا هذا تهين كوى الدنيا ذا يخرح ذا دوني والربا قال يا وان إذن فريا وان إذن يعني متاع وحليلة وحلسي المرأة مركها لفرو أو يعني لوكب جبك سوقاري كان وايدين سينا يا سيوان أكسرنا وايدين سيدين يا معناها نرى شيء أكثر أحبكم إليه وإن كنتن تهتدين تريدن الله ورسوله والدار الآخرة الله يا رسول كيسة يا دار الآخرة ودون يهداتين وجعلنا فإن الله إلهي أعد للمحسنات كوين والمراكسين يا حملك صالح لي من المحسنات كأوحو دياري أجرا عظيما أجر وين إلهي بايري وح وين وح وين هدو إلهي ووح كلا وح وين ووح عقلك بني آدم كقلي كريم وحا لقالها دي محايا هيد مركي سبب النزول كالقاضة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أين كذل من النبي صلى الله عليه وسلم إنه أدوية بضاني وفي اللورد سواء أما قريقي هرأي كجرين كبدل أما قولكي فرق كبدل أما قولكي جيف كبدل أما وحيالا هذا أنكم مشغول سلنا درقين يدومر كأن هوينكو بهوسي بضاني يعني لقوم مشغول سيئة ما أين دلبني نفقد إنه يور كرديو نفقد حقيقة كردين هيا يمشى مقاشين او اهب لبا بلودين ان دب لشيدين يا رسول الله انت نفقد نوكر لي ام بادلب كودو اها جوابتينا تاسي نقطي ان كنتن كل والنبي هو خيار قليي واحده تلو الاخرى هو خيار قليي امنا عائش وكبلابي كل ود وحيدهن الله ورسوله والدار الاخره دورني هل كاسات مركه كشيد القادنيش خير ودن هلكا سو كيمري وانا جاجا اديكا كوري جاجا ولا شيء مسلمات دي هلكم فدينا كبل الله يا الله الله يا وانا جاجا كوري جاجا وكبل الله وانا يهدا كوري له دهي هذا كوري لهين دات غبر يرتاه دات حاصلته دات قفوا الى تاتاي وانا جاجا وكبل الله وانا يا حب الله ورسوله والدار الاخره الهي جعلاته قلبي اتك جعلات اله دات جعلاتين وحا على مده هذا كمذا وحو الهي النعيم جعلان ادوي الهي الهي النعيم يا من الذين شكرت الله إله وجعل ونعبيها الدنيا ما جعل الله لا يحب الدنيا سقى أبوري سقى دتكو نعميي ومع ذلك سقى حقري سقى شيء إني سأكتي سوح بكاهي سقى كتابك سنوجش يا هدي إلهي أكتي أي وحكتها هي إنه صندتك ككفرية وحبك سيد كبشبي أنا الله كده سقى قرآن كيس نقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة يكون عرض الدنيا بعد رفتان أنا أقول آخر الربا سبحان الله إلهي آخر أحبكم أن تنفعه الله لا تنفعه لا دنيا ولا آخرة ولا الآخرة نبي صلى الله عليه وسلم يا زهدي يا صحابياتك يا أمهات المؤمنين يا زهدي يعني زهدي اختياري بوها يا اضطراري ماهين نبي قال دور ربا بغرب ونقل لها للك بورها ودن كي سردان الدهب اللو قرد لها ما هو سندوني لأنه حيوقي يا ربي كون كلها يا دويا لها إنكم مرتبان كنا هاي وشلي بان بدبرينا وقت جينا هاي كيلها هاي إنه وصل جعلي أيو أقادي ساس على قارب أيتها المسلمة خير لنا هالكاس وقبل لابنا يا تربية العيال حب الله وحا مركا وحا 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 أثارتي سي على مده سكمنا حب الله ورسوله هنا طريق سي أتخاذه إن إلهي جعلاته هذه مشايخ ذو قيبتي أي هو قيبيا هذا الكيغة يسن هذا وعنانا أرنن واتكتك تو ماذا كهد لنه ميشا أنكسو قلك روحا وي إلهي مركا هاد جعلاته إسنو وكو جعلان إلهي هاد وكو جعل هذانا وحاربتو وهي أي شيء دون إلهي وكو سيني وحالا يري بريقي هوري داتكي هوري والإسكي إبسنجري دات بالا
dad baa la iska iibsan jiray oo gabadh baa mid soo iibsaday, markaasuu guriga keensaday oo khaadimada u shaqayso yani oo adoontiisii markaa ah yani gabadh saalixada ahayd oo muminada. Markay hawshii iyo shaqadii iyo wuxuu rabay u dhammaysay, ayay tiri xaajo kale ma leedahay maya, ifasax marka, waa hawl baan leeyahay, rabbigeed bay hor istaagtay. Waa ama waa cabda waqafad bayna habeenkii oo dhan ba ilahay hortaagnayd. Markaasay isagii markuu saq dhexe ay tahay ba kacisay baa leyay oo tiri yaa sayidii kac oo ilaahay xus habeenka yuuna ku dhaafine hurdadaan isku adkeeyey buu yidhi isagaa sheekaynaya. kabacdi haddana waxay hadal adag igula hadashay buu yidhi waqtiga saxarka oo salaadul fajriga ay soo dhowdahay ayay waxay tiri ayuu cabdi sooyn anta yani adoon xun baa tahay habeenkii uu sidan ku tegay adigoon rabbigaa xusin. markaasaan kacay oon weysaystay waxaan anigu agteeda ku tukanayaan waxaan maqlay buu yidhi iyadoo ku ducaysanayso leh allaahumma bixubbika lii faqfir lii, ilaahay waxaan kugu weydiisanayaa oon kugu dhaarinaya oon ku weydiisanayaa xubbiga jacaylka adigu aad ii leedahay, jacaylka adigu jacaylkan ku jeclahay maaha, ilaahu adigu jacaylka aad jeceshahay dartii iigu dambi dhaaf, fa bixubbika lii faqfir lii. su-aal baa meesha ka timid oo waan weydiiyey buu yidhi gabadha, waxaan ku idhi adiga inuu ilaahay ku jecel yahay ayaa kuu sheegay, ilaahay inuu jecel yahay waxaa ii sheegay bay tidhi inuu xalay oo dhan ii ogolaaday inaan la munaajoodo oon isaga la faqo oon xuso adiga iyo kuwa kula midna uu seexiyey, taas aniga daliili uga bad, taasa calaamad iya bay tidhi inuu ilaahay hadduusan jeclayn iima ogolaadeen dikrigiisa ima ogolaadeen. markaad ilaahay jeclaato oo munaajaadkiisa uu kuu furo oo dikrigiisa uu kuu furo waxalle waxaad doonaysa waa iska helaysaa, khayra iyo dunya waa iska helaysaa, salaaxa duriyaad helaysaa, muraadkaagu dhan baa ilaahay kuu sahlaya. ilaahay waa qaadir, allah rabbulcaalamiina wax ciriiri agtiisa ka ah ma jiro, innaga iyo dacfigeenna iyo yaqiinteenna iyo macrifa la-aanteenna iyo calaaqadeedoona calaaqada aan rabbigan la leenahay oo sadxi noqotay oo daciif noqotay unbaa naga hortaagan mooye. allaahu rabbulcaalamiin qaadir calaa kulli shay, xawaa-ijtaadoo dhan ilaahay baa ku gudaya, cid kalood u baahan tahay male ee rabbigeen aan baranno, dikrigiisa aan ku dadaalno, daacadiisana aan ku dadaalno. waa sheekh cali oo yaas fadhiya waa ximximaya, wuxuu leeyay waqtiga wuu iska dhammaaday meesha waqtiga waa la qaybsaday, khayrkaasaan isu dardaarmaynaa insha allah. muslimaat mu'minaat oo muxajabaat oo dhaakiraat lilaahi caza wajala inaad tihiin waa noo muuqataa, ilaahay baan ka baryaynaa inuu idin ziyaadiyo, sidaas baynu isku ogaanaynaa insha allah. caruurtana yaani intaa iloobine caruurtana qofkii ilaahay caruur siiyey, kii kalena ee caruur doonaya wali helina allah siiyo insha allah. caruurtana u duceeya oo ilaahay u barya wax kale oo hidaayadeed hanuunkeeda lagu gaarayaa ma jiro, dadaal kaste iyo dhib kaste iyo wax kastoo isku daydo waa siday la oran jiray halbacaad lagu lisay waxba ka dheefi maysid haddaadan rabbiga u cuskanin. marka ilaahay cusko oo markaad adigu calaaqo fiican ilaahay la yeelato oo dhaakirad noqoto oo qiyaamu leyl tukato oo bayna yaday ilaahay oydo, markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ilmahaaga uu ku hanuuninayo saalixiin oo qurata acyuuninkaaga dhigaya. tawfiiqda allahna wafajiyo, baraka allah fiikum.